استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة. يأتي ذلك للتعرف على كيانات أكاديمية الشرطة المختلفة وقدراتها العلمية والتدريبية. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أساتذة وطلبة وطالبات كليات الحقوق بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة للتعرف على قدرات وإمكانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والبحثية، والتي اطلعوا عليها من خلال فيلم تسجيلي عرض عليهم بإحدى قاعات المحاضرات بالأكاديمية. عمل زيارة ميدانية لأبنائنا وبناتنا من طلاب الكلية بصحبة مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوقوف على ما يجري داخل الأكاديمية والتعرف على أقسام الأكاديمية المختلفة. احنا موجودين هنا في تعزيز التعاون وشراكة ما بين المؤسسات التعليمية وأكاديمية الشرطة عشان نشوف الإعداد المتميز لخريج أكاديمية الشرطة من ضباط خريجين. عرفنا إنه في نسبة كبيرة جدا من كلية الحقوق بقت دلوقتي بالأكاديمية، وده عامل صدى كبير جدا عند الطلبة وكلهم بيتطوقوا إنهم يكونوا جزء من الفرصة دي. شاهد الوفد عروضا متنوعة لمهارات طلبة كلية الشرطة في مجالات الدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والإنزال بالحبال من أعلى الأبراج، وعروضا لكتائب الخيالة. أداء البنات كان مميز جدا والولاد كمان، وعروض الحبل تسلقهم على الحبال ونزولهم من عليه كان جميل قوي ما شاء الله عليهم، وده يدل ان هم اتدربوا بطريقة كويسة قوي. مبسوط جدا بالتدريبات الميدانية والتدريبات القتالية اللي بتقدمها الكلية، كان حلم من أحلامي إن أنا أكون متواجد داخل أكاديمية الشرطة. وشاهد الوفد عروضا متنوعة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. مبسوطة بحاجات كتير، تدريبات كتير شفتها قدام عيني، فده خلى حافز جوايا إني أبقى موجودة في المكان ده في يوم من الأيام، واللي أنا أسعى بدأت اللي أنا أتفاعل مع الطلبة واللي أنا أسألهم اتدربتوا إزاي أو روحتوا إزاي أو قدمتوا إزاي. خلال زيارتي لأكاديمية الشرطة وكلامي مع بعض الطالبات هناك اكتشفت إن أنا بوسعي بعد ما أخلص دراستي في كلية القانون إن أنا أقدم على أكاديمية الشرطة، وأنا شايفة إن دي فرصة جميلة وعظيمة جداً إن أنا أبقى جزء من هذا الصرح العظيم. شفت إعداد قوي للطلبة في كلية الشرطة من خلال المواد النظرية والمواد الدراسية والتدريب القوي لكلية الشرطة زي الرماية والفروسية، واللي اتبسطت بها جدا. اكتشفنا من خلال تدريب الطلاب البدني، التدريب البدني والتدريب العلمي، طلاب مجهزين على أعلى مستوى. شفنا كذا عرض تدريبي ليهم، وفي الحقيقة هم بجد بيقدموا مجهود جبار على العرض الرائع اللي احنا شفناه ده. ونفخر بإن احنا طلاب الحقوق بيتم إتاحة فرصة ليهم إن هم يبقوا موجودين في أكاديمية الشرطة المصرية. قام الوفد بجولة بين جنبات الأكاديمية للتعرف على المنشآت والميادين التدريبية المتنوعة والمنشآت التعليمية. شملت الجولة عددا من كيانات الأكاديمية التي تطلع بدور رئيسي في عقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية المحلية والدولية، وفي مقدمتها مركز بحوث الشرطة الذي يطلع بدور رئيسي في تدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول، والمركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام الذي يقوم بتدريب الكوادر الأمنية المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية، والذي جاء إنشاؤه إسهاماً من وزارة الداخلية في دعم المكون الشرطي في بعثات حفظ السلام. فخورة جداً باللي أنا شفته النهاردة، ومبسوطة بوجودي هنا، فخورة بكل الطلبات اللي موجودين هنا، وإن شاء الله أنا النهاردة جاية زيارة، إن شاء الله السنة الجاية أبقى جاية أقدم في الكلية. حابب طبعاً أوجه الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حسن الاستقبال والضيافة الجميل، وحقيقي هم كانوا حريصين من اللحظة الأولى لوصولنا الأكاديمية أنهم يعرفونا على كافة قطاعات الأكاديمية. زيارات تتواصل لأكاديميات الشرطة من مختلف فئات المجتمع للتعرف على هذا الصرح الأمني المتفرد في العلوم الأمنية والشرطية وما يتمتع به من إمكانات تدريبية تسهم في إعداد رجال الشرطة وفق أفضل المعايير التعليمية والتدريبية الدولية.